السلام عليكم يا حبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده اعمل لكم طبق سلطه حلو كده وجميل وخفيف بكميه خضار كبيره لكل اللي عاوز يعمل رجيم، تفيده جدا. هتاكل على فترات طويله في اليوم، ياكل اكتر من مره في اليوم، ومفيده جدا، كلها خضار وجميله. واقول لكم على المكونات اهي: طماطمتين مقطعه ومكعبات صغيره اهي، وكزبره وبقدونس وكرنب احمر وخيار مقطع حتت صغيره، وخس اللي هو الكابتشو اخف من الخس البلدي بتاعنا اللي الزيوت الطياره بتاعته حلوه وجميله، وجزر وفلفل الوان وكرنب سلطه، مش كرنب بتاعنا البلدي، كرنب سلطه، وعصره ليمونه اهي، ومقطعه فص ثوم واحد مقطعه تحط يديها طعم جميل، وربع معلقة ملح ومعلقة زيت زيتون تديها طعم وتساعد على الحرق كتير، وحلوة خالص. هي يا حبايبي كرومب اهو، والفلفل الألوان اهو، الكرومب اهو، جميلة ومفيدة وحلوة جدا. طماطم يا حبايبي اهي، خس، كزبرة والبقدونس والجزر، كلها خضار جميلة جميلة جدا وخفيفة خالص، والخيار وانزل عليها بفص الثوم اهي، شويه ملح بسيطه، امي بحب احط للسلطات ملح كتير عشان الطماطم فيها املاح، وديها عصره ليمونه ومعلقه زيت زيتون حلوه خالص وبتساعد على الحرق. قلبها اهي يا حبايبي ووريها لكم. وبالهنا والشفا، جميلة وخفيفة وحلوة جدا. السلطات بقى من السلطات الجميلة اهو يا حبايبي، هنزلها في الطبق اهو. والله انا عملتها وقعدت ماشي عليها فترة مدة 15 يوم، نزلت 5 كيلو على طبق السلطة ده، ومعاه جبنة قريش، واحط عليها معلقة زيت الزيتون. بألف هنا وشفا، جميلة وخفيفة وكل الخضار فيها اهي قدامكم اهي، ما شاء الله عليها، شكلها حلو وجميل اهي قدامكم اهي، حلوه خالص وجميله. ولو عجبكم الفيديو بتاعنا ما تنسوش تعملوا لنا اشتراك ولايك للقناه مطبخ حبيب لهنا والشفا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.